بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين أبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي ومع الأسبوع الثامن ومع التقييمات الثلاثة. وفي التقييم الأول مديني جزء من خطبة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وبيقول لي: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. معنى وليت عليكم أي أصبحت حاكما عليكم، أصبحت حاكما عليكم. ما الفن الناس الذي ينتمي إليه النص السابق؟ طبعا بينتمي لفن الخطبة. الخطبة حدد نوع المحسن البديعي: فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. هلاقي الجملتين عكس بعض، يبقى طبعا مقابلة. ما السمة الشخصية التي يدل قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست بخيركم، أنا مش أفضل منكم؟ يبقى التواضع. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إعراب يكون، لئلا يكون، معروف أن لئلا دي بتتكون من اللام وأن اللي هي أداة نصب، ولا يعني هنا الفعل اللي يجي بعد لألا بيكون فعل مضارع منصوب، يبقى يكون ده فعل مضارع منصوب طبعا، وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة الظاهرة. خلي بالكم أحبابي، الفتحة المقدرة ما تكونش إلا في حالة واحدة فقط، لما يكون الفعل منتهي بالألف اللينة زي يرضى أو يسعى، لكن لو منتهي بالواو أو بالياء بتكون الفتحة ظاهرة. ده التقييم الأول. ننتقل للتقييم الثاني. ومديني خطبة للإمام علي كرم الله وجهه، وعايز معنى كلمة حرما: الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره. حرما على غيره أي محرما على غيره، يبقى معنى حرما أي محرما. من أي أجزاء الخطبة هذا المقطع؟ طبعا الخطبة معروف أنها مقدمة وموضوع وخاتمة. طول ما بدأ بالحمد لله يبقى طبعا المقدمة. نوع المحسن البديعي: ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين. طبعا متواضعين ومستكبرين طباق، طباق إيجاب طبعا. حكم توكيد الفعل: تظنن، حكم توكيده بالنون. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. طبعا هنا هو فعل مضارع وسبق طلب، سبق نهي، يبقى حكمه إيه؟ طبعا جائز التوكيد بالنون، حكمه جائز. فعل المضارع إذا سبق طلب يكون حكمه جائز. إذا تم العقل نقص الكلام، ابسط الحكمة السابقة دي فيما لا يقل عن 10 كلمات. يعني عايزني أشرحها بس إيه؟ فيما لا يقل عن 10 كلمات، يعني أكثر من 10 كلمات. طيب تعالى نشوف معنى الحكمة دي إيه؟ إنه الإنسان العاقل، الإنسان العاقل يقل كلامه لأنه يفكر في كل كلمة قبل النطق بها. مرة تانية: الإنسان العاقل يقل كلامه لأنه يفكر في كل كلمة قبل النطق بها. الجزء اللي بعده خطبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وجايب لي عليها أسئلة. ما معنى استعصم؟ الحمد لله، أيها الناس اتقوا الله، فإن الدنيا كما أخبر الله عنها لعب ولهو وزينة وتفاخر، فخير العباد فيها من عصم واستعصم بالله. معنى استمسك؟
استعصم تمسك تمسك واحتمى بالله تمسك واحتمى وقد وكلت من أمركم بعظيم أي كلفت بتحمل مسؤولية كبيرة وهي طبعا مسؤولية الحكم سمة من سمات مقدمة الخطبة في عصر صدر الإسلام هنلاقيها بدأت بالحمد يبقى البدء بالحمد السؤال اللي بعده مديني أبيات شعر وبيقول لي حدد التورية في البيتين السابقين وقول لي إيه المعنى القريب وإيه المعنى البعيد أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق يبقى التورية في كلمة رقيق طب إيه المعنى القريب وإيه المعنى البعيد المعنى نكتب هنا الإجابة أو المعنى القريب ورقيق يعني العبيد طب والمعنى البعيد وطبعا المعنى البعيد هو المقصود اللي هو طبعا يقصد بيها الألفاظ الجميلة السهلة الرقيقة يبقى يقصد بيها الألفاظ العذبة السهلة اسعى إلى الخير عايز الفعل اسعى ده واجب التوكيد بالنون طب نلاحظ إن اسعى ده أمر والأمر دايما حكمه جائز يبقى عشان أخليه واجب لازم أحوله لمضارع وطبعا أحقق فيه شروط الوجوب فهقول له والله لأسعين إلى الخير وكده خليناه واجب التوكيد بالنون وبكده أحبابي انتهينا من التقييمات والأداءات المنزلية والصفية وفقكم الله